عمل الروتين يقوم به مصطفى لهنا. عندك شي حاجه تما؟ يحرس الممر منذ 23 سنة وفي لمواعيد مرور القطارات بمنطقة زناتة، وهي مهمة تستدعي الكثير من اليقظة عندما يتعلق الأمر بسلوك غير مسؤول لبعض مرتادي هذا الممر المحروس. ما كيحترفوش الوقت اللي كتبغي تسد البارير ولا شي حاجة ما كيخلوكش، المهم بالنسبة للسدان ما كيخلوكش تسد. هنا لا مجال للتهاون في خط نشيط يعرف عبور 64 قطارا يوميا تصل سرعتها أحيانا إلى 140 كيلومتر في الساعة، لكن بعض مستعملي الطريق قد يتسببون في وقوع حوادث مميتة رغم وجود الحاجز. ملي كتسد لي في الدروات ديالو كيجي الاخر العكس ديالو، تروازيام بوزيسيون من هاجي تروازيام بوزيسيون من هاجي. ملي كتبغي تحل كيكون عندك ترا روتار الحلان كتولي تخمم بان ربما يعود يحصل لك لداخل ولا. البعض من مرتادي هذا الممر المحروس ينخرطون في الحفاظ على سلامته باعتباره وسيلة للعبور إلى الضفة الأخرى. كيوقف البارير ملي كيدوز تلال. أنا عندي في عمري هنايا 45 عام، ما عمرش شي حاجة هنايا مختلفة القانون ولا شي كسيدة ولا شي حاجة. بعدا بالنسبة لهنايا كاين الأساس عمر شي مشكل الموقع. عدد هذه الممرات المحروسة يصل إلى 18 ممرا بجهة الدار البيضاء الكبرى، 8 منها حذفت و8 أخرى في طور الإنجاز، فيما 2 منها في طور الدراسة. ما يعادل 24 مليار ديال السنتيم. تتساهم فيها المكتب الوطني للسكك الحديدية 50%، 30% الجهة، و20% اللي تتساهم فيها الجماعات. جهة الدار البيضاء الكبرى لا يوجد الآن أي ممر غير محروس. وفيما يخص الممرات اللي محروسه دابا كلهم ان شاء الله مقرين باش يتحيدوا بمنشآت فنيه اما فوقيه اما تحتيه. لكن ماذا عن الممرات غير المحروسه خارج المدار الحضري والتي اضحت نقاط سوداء تودي بحياه المرتادين من السكان القرويين، كما حدث يوم الاثنين الماضي باقليم رحمنا، فعددها يصل الى 340 ممرا غير محروس تستدعي التدخل لحذفها وتعويضها بمنشآت فنية. ومن الرباط ينضم إلينا سعيد الناصري مدير السير بالمكتب الوطني لسكك الحديدية. أولا، في المغرب نحصي أكثر من 350 معبر غير محروس، هي بمثابة نقط سوداء. قلتم أنكم سيتم إلغاء جميع المعابر عبر مخطط تكميلي، كيف ذلك؟ أولا تنشكر دوزام على الاهتمام ديالو بموضوع ديال الممرات. فيما يخص الحادث اللي وقع، اولا تنقدموا التعازي ديالنا للاهالي ديال الموتى وتمانينا بالشفاء العاجل للجرحى. فيما يخص الممرات المستويه اي نقاط تقاطع السكه مع الطريق، فالمكتب الوطني للسكك الحديديه انتهج منذ مده واحد السياسه شامله الهدف منها حذف الممرات المحروسه والغير محروسه. هذه السياسة هذه اللي انتهج كانت نتيجة ديال واحد الدراسة قمنا بها، وبالفضل هذه الدراسة هذه تمكننا من ترتيب هذه الممرات إلى ممرات من الأخطر حتى الأقل خطورة. وبهذا الشكل قمنا بإنجاز هذه العملية ديال الحذف، ويمكننا نذكروا المخطط 2005-2009 اللي من خلاله حذفنا 77 ممر عبر التراب الوطني وكلفات حوالي 50 مليار ديال السنتيم تم الانفاق ديالها ما بين المكتب الوطني للسكك الحديديه بتشارك مع الجماعات والجهات المحليه. الان عندنا 350 معبر غير محروس، كيف سيتم الغاء هذه الممرات؟ المكتب الوطني للسكك الحديديه كما قلنا في اطار هذه السياسه هذه قام بتسريع ديال الحذف الممرات، وفي 2005-2009 حذفنا ما معدله 15 ممر في السنة، وهذا كان كيشكل واحد القطيعة مع السنوات اللي قبل اللي ما كانش هذا المعدل كيتجاوز جوج ممرات في السنة. والمخطط الحالي 2010-2015 المكتب الوطني للسكك الحديدية برمج 118 ممر غيتم الحذف ديالها إن شاء الله عبر التراب الوطني، وهو ما سيشكل واحد المعدل ديال 20 ممر في السنة، يعني كاين استمرارية في رفع الوتيرة. وثانيا هاد الغلاف اللي هو مخصص واحد 60 مليار ديال السنتيم غادي يتم ان شاء الله تحمل ديالها ما بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والجماعات والجهات.
بالنظر لهذه المعطيات اللي قدمته السيد سعيد الناصري كيتبين بان الحذف ديال الممرات غيتم بشكل تدريجي، شنو هي الاولويات؟ هل هناك اولويه؟ الاولويات كما قلنا لمن اولويات كما قلنا تفضل. كاين اولويات كما قلنا كانت ناتجه على الدراسه اللي قمنا بها في 2005، وفي هذا المخطط ديال 2010 2015 فاحنا قررنا باش المحور ديال الدار البيضاء الجديده نحذفوا فيه جميع الممرات، والمحور ديال السطات فاس كذلك نحذفوا فيه جميع الممرات، وفي الجهات الاخرى الممرات الاكثر خطوره غادي نحذفوا تقريبا 30 ممر. وبالموازات مع هذا الشيء هذا يعني غادي نقوم بواحد جوج ديال العمليات مهمه. اولا واحد الحمله تحسيسيه شامله غادي تنطلق يعني ابتداء من غدا ان شاء الله عبر الراديو، وغادي تكتف الاسبوع الاخر اللي غادي تبعو، حيث غادي تشمل يعني غتقوم على الارض اولا، وغادي تشارك فيها جمعيات وغتشارك فيها منظمات غير حكوميه، وغادي تتم عبر الراديو وعبر التلفزيون. ونقطه اخرى مهمه هي ان هاد الممرات اللي غتنتظر الدور ديالها في الحذف، فاحنا قررنا ان شاء الله باش نقوموا بالتفكير من الان فكيف تدعيم المنشات الحاليه في الممرات. الهدف هو الرفع من الامان والسلامه عند اجتياز الممرات بانتظار يجي الدور ديالها في الحذف ان شاء الله الرحمن الرحيم. وذلك ما نرجوه. سيد سعيد الناصري مدير السير بالمكتب الوطني للسكك الحديديه، كنت معنا مباشره من الرباط.